السلام عليكم عزيزاتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد دائما في قناتكم فضاء صفاء. الفيديو ديال اليوم غادي نشارككم واحد الفلوغ اللي عبارة عن افطار جماعي خارج المنازل، افطار جماعي مع صديقات العمر اللي كنت متوحشاهم ومتوحشيني بزاف. فقررنا لان ما شاء الله كلنا عندنا الوليدات و تيكون شوية اللمة صعيبة باش نتلمو لان عددنا كبير شوية، فقررنا اننا نفطرو مجموعين ولكن غادي نفطرو خارج المنزل، ولقيناها مناسبة باش نغيرو جو الافطار داخل المنزل. فهنا كي تتشوفو وانا خطيت التاكسي ومتجهة للمكان اللي قررنا نتلاقاو فيه اللي هو بارك مكناس. مكان جميل وفيه متنفس للاطفال، هذه هي الميزة اللي فيه، اننا غادي نقدروا نجلسوا براحتنا شويه ونخليو الوليدات في البارك يلعبوا. غادي نصور لكم مقتطفات من هذا الفلوغ. وانا تنصور لكم طريق الذهاب بالنسبه للاخوات اللي من مدينه مكناس وعايشين في ديار المهجر، وقالوا لي دائما فاش تخرجي صوري لنا. فانا تنصور لكم هذه العقبه ديال كابو بلا كي تتشوفوا. انا طالعه دابا الحمريه. هذا البارك بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش فين جا في الظهر ديال لاكار صغير او لا محطه القطار الامير مولاي عبد القادر. شتو حمريه راه فيها واحد الاصلاحات كبيره، يعني كلها تراب ومحفره ولكن مزيان. وهذا هو البارك، شتي مكناس بارك، هذا راه مباشرة في الظهر ديال لاكار الصغير. وهنا هذا الداخل ديال هاد البارك، يعني فيه الشوا، فيه شوية الكفتة، فيه شوية ديال الدجاج، فيه كل شيء بالنسبة للمأكولات. فيه أيضا بطبيعة الحال اللي بغا يشرب قهوة. وفيه الميزه ديالو كيف قلت هي البارك ديال الدراري، ماشي البارك ديال الدراري لانهم غادي يدخلوا فقط يلعبوا فيه، ولكن الميزه انه محروس، يعني ما تحتاجيش تبقاي واقفه حتى الوليدات ديالك، فانت فقط تتخلصي لهم وتيدخلوا ومسدود عليهم بالباب وتيبقاو تما كاينه تيلعبوا. كاينه واحد الاخت اللي مقابله. شتي هذا هو الباب اللي تيتسد عليهم. وكيف تتشوفوا البارك نفسه غادي كله مغلف، يعني الارضيه مغلفه، الحيط في الجناب مغلف بالبونج، يعني حتى الا طاحوا ما تيتاداوش لان كل شيء مامن، يعني ما كاينش شي حافه اللي حاده او شي حاجه اللي ممكن الا طاحوا تاديهم لا قدر الله. فتتكوني يعني مطمئنه انك تشوفوا هنا الوليدات تيلعبوا. هادو تقريبا ما شاء الله تبارك الله كلهم وليداتنا انا وصحاباتي. فهاد الوقت الفطور كان البارك خاويف، ولكن حنا وليداتنا دخلناهم وجلسنا حنايا باش نفطروا. تشوفوا تيكونوا هنا مجهزين لي مونيو ديال الافطار بالنسبه للناس اللي جايين يفطروا. حنا طلعت لنا الحريره وداكشي في الراس، فما خديناش لي مونيو الفطور بزاف، فكاين اللي فطلي ياخذ بانيني، خدينا الدجاج مشوي. فالمهم خدينا دي غوبا ديال تقدروا تعتبروهم عشاء ماشي فطور. وجلسنا تجمعنا هنا سالينا الماكله وجلسنا دردشنا وارتحنا من الدراري واحد شويه. ودابا كيف تتشوفوا كملنا الفطور ديالنا في هذا البارك اللي فيه بزاف ديال الميزات، اهمها انهم تياخذوا لنا الوليدات الصغار، تيكونوا في واحد المكان مخصص ليهم ومحروسين حراسه تامه. حنا كملنا الفطور ديالنا، تبارك الله المنيو ديالهم متنوع والوجبات اللي كاينه هنا كلها شهيه وكلها لذيذه. حنا دابا كملنا الفطور وغادي نخرجوا نكملوا واحد الدويره في المدينه ديالنا اللي هي مكناس. نختم الفلوغ هنا، ولكن غادي نخليكم مع واحد الصور من مدينه مكناس وخصوصا المدينه الجديده اللي تنسميوها حمريه. فغادي نصور لكم طريق العوده الى المنزل. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ونال الاعجاب ديالكم وبدلتوا معنا شويه الجو. نضرب لكم موعد في فيديوهات مقبله باذن الله. وهذه نظره اخيره على البارك. دابا راه خوام الناس اللي كانوا تيفطروا وبداو الاستعدادات لان تيجيو الناس ايضا يتعشاو ويتسحروا، فالشوايات راهم خدامين. الا كنتو مازال ما زرتوه فانا تنصحكم تزوروه، صراحه زوين وبيان اورغانيزي. فهاد الاثناء حنايا صافي خرجنا الوليدات ديالنا من داك البارك ديالهم، تلبسوهم الاحذيه باش نغادروا. صافي المجموعه ديالنا تتغادر الان، وكيف قلت لكم غادي نمشيو
غنرجعوا على رجلينا، يعني ما غاديش ناخذوا المواصلات، وفي طريقنا فاحنا في نفس الوقت تندورو شويه نشوفوا حمريه، نشوفوا اماكن اللي كنت مشتاقه لهم صراحه مازال ما شفتهم. هنا في طريقنا تزنا المحل مروه طبيعة الحال معروف، تزنا شفناه، كنا ندخلو نشوفو شنو اللي كاين والكوليكسيون جديده اللي منسلينها في هذا الصيف. صراحه عندهم حاجات زوينه، يعني عندهم ما يتشاف. غادي ندير لكم ايضا مقتطفات من جديد محل مروه. قنا عامر المحل، وصراحة عندهم اختيارات كثيرة خصوصا بالنسبة للمحجبات، فجايبين حويجات طوال صراحة وزوينين، ايضا جايبين كسيوات طوال. هنا من بعد ما خرجنا من المحل فاحنا راجعين، كي تشوفوا هنا هبطنا جهة KFC بيتزا هات، غادي ندخلوا الدراري الماكدونالد او الايس كريم، وايضا نشوفوا شويه شنو كاين تما، لان تيكونوا دايرين لهم واحد الخيمه بالنسبه لمناسبات 26 و27، فتيكونوا تلبسوا البنيات تما. والدنيا عامره كي تشوفوا، الجو حار ولكن زوين. هنايا وصلنا لماكدونالدز، فكيف تشوفوا عامره، حتى هي عامره بزاف بزاف نيت، وكانوا هنا دايرين هاد الخيمه وتيلبسوا البنيات الصغار وتيحتفلوا بهم وايضا تيحنيو لهم، وهذا جزء كبير من ثقافتنا وتقاليدنا المغربيه اللي ما يمكنش نستغناو عليه. وهنا اخيرا في طريق العوده قبل ما نوصل للدار دزت الحانوت ديال اختي، ولكن لقيتها للاسف سده، كنت باغا نصور لكم شويه. مهم انا صورت لكم من الباب، راه عندها بزاف الحاجات اللي بغى يزورها، مرحبا به. وهنا تيتسالى الفلوق وتسالت هاد الخريجه ديالنا. غادي نقول لكم الى اللقاء في فيديوهات وفلوقات اخرى ان شاء الله من مدينه مكناس. الى اللقاء.